عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة. مدام ابتسام، مرحبا بك. انت مسؤوله على التسويق ببنك بي ام سي، فاليوم انتم حاضرين في هذا المعرض ديال السيارات، فبغيت نعرف الحضور ديالكم هنا كيدخل في اي اطار؟ احنا هذا العام سبونسر بريميوم ديال صالون دلوتوموبيل. احنا جينا كاملين مع ليكيب ديالنا ديال الكريدي باش نعطيو للكليان الكريدي باش يشريو السياره ديالهم. الكليان بي ام سي ولا حتى اللي ما عندوش الحساب في البي ام سي، هذا كريدي كنسميوه اونتري ليبر. اللي بغى يشري سياره احنا موجودين باش نعاونوه في الفينانسمون ديالو. واش ممكن توضح لي بالتفصيل باش تقربي الزبون اللي مثلا اللي جا المعرض هنا؟ حيت كاين بعض الزبائن ما كيتشجعوش مثلا هاد القروض هاد. هو القرض باش الزبون يشري دابا السياره ولا شي حاجه طبيعيه، يمكن له يجي عندنا هنايا الستاند ديالنا وعلى حساب لا سيتوياسيون بروفيسيونيل ديالو. الا كان خدام في شي شركه او الا كان مسؤول ديال راسو، كنعطيوه الكريدي اللي كيوالملو الا كان عنده لافونس ولا ما عندوش لافونس، ولا الا كان بغى يخلص على حساب مده طويله ولا قصيره. كل واحد عنده لفخ ديالو اللي كتوالمو. وبالنسبه لهاد لي كونسيسيونير، واش عندكم تما معاهم شي شراكه ولا لا؟ عندنا مشاركه مع بزاف ديال لي كونسيسيونير. كيمكن عندنا دي كوميرسيو تما عندهم سوغ بلاس. الا كان الانسان تيشوف السياره وبغى يقول هذه واش في واش يمكن له يخلصها، تيمكن تما لو كونسيي ديالنا يقول ليه واش هذا في المجهود ديالو ولا ماشي في المجهود ديالو. وعندكم شي عروض خاصه يعني دي زوفر لهذا المعرض؟ عندنا عروض خاصة كنبداو من 0%، إلا كان الواحد عنده اون افونس مهمة كيمكننا نمشيو حتى ل 0% ديال لي زانتيغي. عندنا عروض خاصة ديال هذا الصالون، عندنا اون توكا دي زوفر مهمين في هذا الوقت هذا. واخا شكرا. افيك بليزير اسيدي، شكرا. عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة.